يعني بدون شك القطاع الزراعي هو أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري. خلينا نتكلم عن القطاع ده، أنه شهد تغيرات كثيرة جدا وكبيرة جدا في النص الثاني من القرن الماضي، ومن أبرز هذه التغيرات هي ظاهرة التفتت لحيازات الزراعية، وده في الوقت اللي في الحقيقة الدولة بتبذل فيه الجهود الضخمة جدا في السنوات الأخيرة، وده لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي. عشان كده في اهتمام كبير من الدولة لوضع آليات دعم صغار المزارعين ووضع حلول علشان يكون في مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع بالتحديد من الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير يا مصر. أنا يا فندم سيادتك سيادة المشاهدين، أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن تفاصيل هذا الموضوع، إيه هي آليات دعم صغار المزارعين وأهميتها؟ تمام. هو طبعا يعني في توجيهات رئاسية بصغار المزارعين ودعم صغار المزارعين، فإحنا لو بصينا في البداية منذ يعني تجهيز الأرض للزراعة، فإحنا كوزارة الزراعة وإصلاح الأراضي بنوفر الميكنة الحديثة للسادة المزارعين لحرس الأرض وتجهيزها للزراعة بالآلات الحديثة وبأسعار تنافسية، يعني قد تكون بسعر التكلفة. وهذه التقنيات يعني تسويه الارض بالليزر وهذه التقنيات الحديثه يعني في تجهيز الارض للزراعه دي بتزود الانتاجيه الفدانيه بحوالي من 15 ل 20% وبترشد استخدام المياه ايضا بحوالي من 10 ل 15%. ده فيما يتعلق في تجهيز الارض للزراعه في البدايه خالص. ايضا بنوفر للساده المزارعين التقاوي الجيده وفقا للخريطه الصنفيه لكل محافظه، بحيث بنوفر للساده المزارعين التقاوي اللي تجود في المحافظه بتاعته وأسعار التكلفة أيضا. فيما بعد ذلك بنوفر أيضا للسادة المزارعين الأسمدة الكيماوية وفقا لاحتياجات المحصول وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، ودي بنوفرها له يعني شكارة السماد اليوريا، بنوفر للمزارع شكارة بحوالي 240 جنيه سعرها أكثر من 500 جنيه، فاحنا بنوفر الأسمدة الكيماوية أيضا بأقل من نصف سعرها في السوق العالمي. ايضا اثناء بقى حصاد اثناء الزراعه طول بقى عمليه الزراعه بنعرف الساده المزارعين الممارسات الزراعيه الجيده اللي هي تؤدي الى زياده الانتاجيه للمحصول، وده من خلال الحملات القوميه زي الحمله القوميه للقمح، الحمله القوميه للذره، الحمله القوميه للارز، الحمله القوميه للقطن. هذه الحملات بنعرف الساده المزارعين في حقول ارشاديه ايه العمليات الحرس المناسب، ايه التسويه المناسبه، ايه الزراعه كميه التقاوي المناسبه، امتى اضيف الاسمده، امتى اروي، امتى اتوقف عن الري، امتى ازاي اقاوم الافات. الحاجات دي كلها بنعرفها للساده المزارعين في الحملات القوميه، فديت ايضا بتؤدي الى زياده الانتاج للساده المزارعين وزياده تدخلهم. ايضا اهم بقى نقطه بتقابل الساده المزارعين تسويق المحاصيل. فاحنا عشان هذا الموضوع عملنا زراعه تعاقديه هذا العام، بحيث بنحط اسعار دنيا يعني ضمان للساده المزارعين قبل ميعاد الزراعه، وهذه الاسعار بتغطي تكاليف الانتاج وبتكون يعني بتعادل الاسعار العالميه واعلى منها كمان، وبنستلم المحاصيل من الساده المزارعين بهذه الاسعار، فكده المزارع بيضمن ان سوق المحصول بتاعه وان هو باعه بسعر جيد. طيب ازاي بيتم حل مشكله التفتت او التفتت الحيازه الزراعيه؟ خليني اقول لحضرتك اللي انا فاهماه وصحح لي لو انا غلطانه. الحيازه الزراعيه النهارده في ارض مثلا بيمتلكها اب، الاب ده يعني قرر ان هو يورث الارض دي لولاده، توفى بقى ايا كان ايه اللي حصل، ولاده قرروا ان كل واحد فيهم هيقسم الارض دي، فبدل ما انا كان عندي ارض كبيره بزرعها النهارده وانا كدوله بدعمها بقى سواء بالتقاوي او بالاسمده او بالتكنولوجيا الحديثه للري، الكلام ده كله، انا النهارده بقى عندي الارض دي متقسمه لاربعه وخمسه. مظبوط. فالنهارده في صعوبه على الدوله في ان هي تعمل ده، او يبقى حتى انتاجيه المحصول تطلع بالشكل اللي كانت بتطلع بيه قبل كده. تمام. هل في حلول احنا حطيناها للموضوع ده؟ تمام. وطبعا عشان اخش في الحلول يعني هوضح لسيادتك حجم المشكله قد ايه. احنا طبعا كنا في الخمسينات مساحه ارض يعني عدد الحائزين كان حوالي مليون حائز. احنا في هذا العام 23 وصلنا لحوالي 5.7 مليون حائز. يعني لك انت تتخيلي بقى الحيازات يعني تفتتت تقريبا الضعف.
يعني يعني ممكن نقول خمس ست اضعاف تناصرت يعني. بالاضافه ان زي ما قلت سيادتك الحيازه يعني متوسط حجم الحيازه كنا في الخمسينات ايضا كان حوالي 6 فدان، دلوقتي متوسط حجم الحيازه اقل من فدان. النقطه بقى الثانيه زي ما سيادتك قلتي ان احنا يعني نتيجه الميراث والاب كان عنده قطعه ارض معينه فحصل يعني توفاه الله، فالارض دي بتتقسم على الورثه فكل واحد بياخد جزء معين وبعد كده الورثه بتورث الورثه وهكذا، فحصل تفتت كبير في الارض. ايضا بقى الملك الاولاني ده كان عنده الارض بتاعته الخمسه فدان دول ولا في قطع في عده قطع، يعني عنده في الحوضه فدانين في هنا فدان هنا وحاجات زي كده. فاحنا دلوقتي بنعاني الناس هم الحزام بتاعتهم تفتتت ديت بقت حته في مفتته ومشتته، يعني أنا عندي مثلا دلوقتي 5 أراض ولا 6 أراض مش موجودين في حته واحده مشتتين، ده انا عندي حته هنا وحته قدام سيادتك كده وحته هناك وحاجات زي كده. فديت مشكله كبيره بتؤدي الى ان انا بفقد جزء كبير من الارض الزراعيه نتيجه ان انا بقى كل مالك واخوه عملوا حد كده ما بينهم وبين بعضهم، فالحد ده يعتبر انا فقدته كارض زراعيه كنت بزرعها. ايضا هذه الارض اللي هي بقت صغيره ومفتته ديت بيبقى فيها برضك هدر في مياه الري. انا دلوقتي هذه الارض اللي هي المساحه الصغيره قوي دي كده ما اعرفش اعمل فيها نظم ري حديثه، فانا ما زلت برميها بالري بالغمر والاساليب اللي هي التقليديه ديت، فبرضك بفقد جزء كبير من مياه الري في هذه الاراضي. ايضا طبعا زي ما قلت سيادتك صعب ان انا استخدم فيها التكنولوجيا الحديثه، انا عاوز اجيب اله حديثه عشان اعمل تسويه بالليزر وجرار كبير وحاجات زي كده، فصعب ان نخش على المساحات الصغيره ديت. ايضا عشان اعمل في اثناء الحصاد نفس القصه، فكل هذه العمليات يعني بتصعب تفتت بصعب استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثه. ايضا تكلفه الانتاج، انا كمزارع دلوقتي عندي مساحه ارض صغيره بجيب عامل يشتغل في اثناء الزراعه في اثناء الري في اثناء الحصاد، انا عندي مساحه كبيره العامل ده ممكن يشتغل في نفس المساحه الكبيره او عاملين بس يكفوا المساحه الكبيره دي، فتكلفه الانتاج لدى المساحات المفتته ديت بتبقى كبيره. ايضا تكلفه التسويق، انا عندي كميه صغيره من المحصول في المساحه الارض الصغيره بتاعتي ديت عشان اسوقها واخدها في عربيه واوديها السوق وحاجات زي كده بتكلفني تكلفه عاليه، فكل هذه يعني اثار ونتيجه عن التفتت الحيازي في مصر. طبعا الحل بقى احنا طبعا يعني عندنا تجارب كتيره على المستوى الدولي وعندنا تجارب كتيره عملناها في مصر عشان نعالج مشكله التفتت الحيازي. وطبعا سيادتك كنا سابقا يعني قبل التحرر الاقتصادي كده في مصر منذ 87 في قطاع الزراعه، يعني كانت الاراضي كان كل حوض بيتزرع محصول معين. كان في حاجه اسمها الدوره الزراعيه، فالدوره الزراعيه ديت لو رجع احنا ان شاء الله في اتجاهنا ان احنا نرجعها مره اخرى، فده يحل مشكله التفتت الحيازي، بدل ما كل مزارع يزرع المساحه الصغيره دي لوحده، لا احنا ممكن نزرع الارض ديت بشكل جماعي محصول واحد في المنطقه في الحوض الواحد وحاجات زي كده، فده احد الوسائل ان احنا نستخدمها ان احنا يعني نعالج مشكله التفتت الحيازي. وده اكيد هيزود من الدخل للمزارع، يعني لو أيوة طبعا. لو تعاونت مع المزارع اللي جنبي ايا كان بقى ده اخويا ابن عمي او حتى جاري وتعاوننا مع بعض وعملنا محصول من ارض واحده كامله، فبالتالي وفرنا من الميه ومن التقاوي والحاجات دي كلها اللي الحكومه بتوفرها لنا، اكيد هوفر من الانفاق بتاعي انا، ده حاجه. تاني حاجه هزود من مصدر الدخل بتاعي. سؤالي بقى هنا تنويع مصادر الدخل لدى الفلاح، يعني ازاي بيتم زيادتها عامه؟ تمام. هو طبعا سيادتك احنا طبعا قطاع الزراعه يعني مش انتاج نباتي بس، عندنا انتاج نباتي وانتاج حيواني وانتاج دجيني، عندنا صوب زراعيه، عندنا مناحل، الحاجات دي كلها. فاحنا في الوقت الحالي بنحاول ان احنا يعني ننوع مصادر دخل المزارع من ان هو يبقى عنده انتاج نباتي وفي نفس الوقت يبقى عنده انتاج حيواني وانتاج دجيني. ممكن برضك بنشجعه انه يعمل منحل على في الارض الزراعيه بتاعته، برضك بنشجعه ان هو يعمل صوبة زراعيه بحيث هذه الصوبة لو عنده مثلا مساحه صغيره بدل ما يعني يبيعها او تجيب له انتاج ضعيف وحاجات زي كده، هو
فاحنا بنحاول نعمل له نرشده يعني نعمل عليها صوبه زراعيه بحيث القراطين الصغيرين دول تلات قراط دول كده ممكن يجيبوا له انتاج فدان وممكن يجيبوا له دخل كبير على مدار العام. زي ما قلت سيادتك موضوعات مشروع الثروه الحيوانيه في توجه دلوقتي كبير لتنميه الثروه الحيوانيه، وعندنا المشروع القومي للبيتيلو ده منتشر في جميع محافظات الجمهوريه، ده يعني وفرنا له تمويل في الفتره الاخيره وصل يعني تخطى حوالي 7.5 مليار جنيه، استفاد منه حوالي 42 ألف مستفيد يعني لتسمين حوالي 485 ألف رأس ماشية. فكل ده يعني مشروعات بنحاول نقدمها للسادة المزارعين بحيث تبقى بجانب الانتاج النباتي يبقى عنده انتاج حيواني، ونفس العمالة هنا اللي بتشتغل تبقى تقوم بهذه الأنشطة وتزود دخل السادة المزارعين، يبقى عنده تنوع. بتوعوهم ازاي ان ده مهم يعني ان هم يدخلوا أنشطة جديدة على طرق يعني دخلهم عامة، فازاي بتقوموا بتوعيتهم؟ أيوة. هل في حملات مثلا التوعية؟ هل في ايوه طبعا زي ما سيادتك عارفه يعني من يعني البرنامج اللي احنا مع سيادتك في الوقت الحالي فهو يعتبر برنامج توعيه للساده المزارعين ان احنا ننوع مصادر الدخل، ان احنا ازاي نواجه مشكله التفتت الحيازي من خلال ان احنا نضم في دوره زراعيه مع بعض من خلال التعاونات الزراعيه ان هي تشجع تعالج مشكله التفتت الحيازي، فمن خلال وسائل الاعلام المختلفه، من خلال اجهزه الارشاد الزراعي عندنا في وزاره الزراعه، من خلال الحملات القوميه اللي زي ما قلت سيادتك بنعملها ديت، ايضا من خلال بنعمل قوافل بيطريه للساده المزارعين بتجوب المحافظات بتعالج الثروه الحيوانيه وبتعرف الساده المزارعين انهي. عندنا ايضا مشروعات اللي هو التلقيح الصناعي، فده التلقيح الصناعي برضك بنلقح الحيوانات بسائل منوي جيد بحيث برضك الحيوان يبقى نزود الانتاج بتاعته من اللحوم ومن الالبان. فكل ديت يعني مشروعات بتنوع الدخل الزراعي، وزي ما قلت عندنا الوسائل المختلفه سواء الاعلام او الندوات اللي بنعملها للساده المزارعين وفي قراهم وفي المناطق القريبه منهم، في حاجه اسمها ايام حقل بنجتمع مع الساده المزارعين في الحقول ونقعد ننصحهم ونرشدهم وحاجات زي كده، فعندنا دور ارشادي كبير بيقوم للساده المزارعين يعني يوجههم ونعمل حملات توعيه في هذه الاتجاهات. طب ايه بقى التحديات اللي بتقابل عامه صغار المزارعين؟ يعني ازاي اقدر اعمل تنميه مستدامه، خليني اقول تنميه زراعيه مستدامه، وايه هي التحديات اللي بتخلي ده ما يحصلش لدى المزارعين بيواجهوها؟ بصوا احنا عندنا في تحديات بتواجه قطاع الزراعه في مصر بشكل عام. زي ما سيادتك قلنا التفتت الحيازي ده مشكله بتقابل جمهوريه مصر العربيه، ومش مصر بس يعني معظم دول العالم دلوقتي عندها تفتت حيازي وعندها تجارب بتستخدمها في معالجه التفتت الحيازي. فعندنا اول تحدي مواجهه مشكله التفتت الحيازي، عندنا مشكله التحدي الثاني اللي هو سيادتك ندره الموارد المائيه. احنا عندنا في جمهوريه مصر العربيه يعني نصيب الفرد من حصه مصر من مياه نهر النيل يعني في الوقت الحالي حوالي يعني اقل من 600 متر مكعب من المياه، احنا الخط الفقر المائي على مستوى العالم 1000 متر، فاحنا تحت خط الفقر المائي، فاحنا عندنا مشكله ندره الموارد المائيه، مشكله تفتت حيازي، المشكله بقى الظاهره العالميه اللي كلنا عايشينها دلوقتي التغيرات المناخيه واثارها بقى على الانتاجات بتاع المحاصيل وعلى انتشار افات جديده والحاجات دي كلها، فديت اهم التحديات اللي بتقابل قطاع الزراعه في الوقت الحالي. احنا لو مسكنا مثلا موضوع ندره الموارد المائيه وازاي بنتعالج معاه وبنتعامل معاها ونعالجها، يعني سيادتك عندنا في مشروع اللي هو تبطين الترع واللي سيادتك كلنا عارفينه وشايفينه بحيث نخفض الفاقد اللي كان يعني اثناء في الترع والحاجات ديت والمياه ما كانتش بتوصل لنهايه الترع، عندنا مشروع اخر اللي هو تطوير المسائي اللي هي المساق الرئيسيه ديت ان احنا نطورها بدل ما هي كده مساقي ظاهره كده وفيها حشائش والحاجات دي كلها بنعملها مواسير مدفونه بحيث نخفض ايضا الفقد في المياه، عندنا مشروع قومي متبنيه فخامه الرئيس اللي هو ان احنا نحول نظم الري في مصر من نظم الري التقليدي اللي هي بالغمر ديت لنظم الري بالرش والتنقيط، وديت مرصود لها يعني حوالي 60 مليار جنيه وبدون فايده وتسدد على 10 سنوات، وايضا عندنا ان احنا بنستنبط اصناف جديده عاليه الانتاجيه وبتقعد مده قصيره في الارض وبتاخد ميه اقل.
عندنا الاصناف الجديده، اضع نبقى الممارسات الزراعيه الجيده زي ما قلت سيادتك، ان احنا نسوي الارض بالليزر اثناء قبل في تجهيز الارض، فده بيرشد مياه الري ويزود الانتاجيه. في تقنيه ايضا ان انا ازرع الارض على مصاطب كبيره كده، بدل ما ازرع على خط صغير لا ازرع المحصول على مصاطب كبيره، ايضا ده بيرشد مياه الري. ايضا سيادتك المشروع القومي اللي احنا شغالين فيه في الوقت الحالي ان احنا نزرع القصب بالشتلات، فان انا ازرع القصب بالشتلات ده هو مشروع مهم جدا، بيرشد الميه بحوالي التلت وبيزود الانتاجيه ايضا بحوالي التلت. فدي كلها ايضا عندك الصور الزراعيه ان احنا يعني بتاخدك بتعظم العائد، يعني تاخد ميه اقل وبتستخدم برضك مساحه من الارض اقل. فكل ديت وسائل احنا بنستخدمها في الوقت الحالي عشان نعالج مشكله ندره الموارد المائيه. يعني مجهودات كبيرة بتقوموا بيها يا فندم، ويعني حلول كتيرة بتقدموها أكيد للتحديات اللي بتواجه المزارعين. بنشكرك الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، شكرا ليك يا فندم على وجودك معنا. شكرا يا فندم. سيادة المستشار.